أنت الذي كنت بجهادك وبكلامك وبمواقفك وبما تكتب كنت قرآنا ناطقا، لأن القرآن أفهمنا أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. كسرت كل الحواجز ولم يستطيعوا أن يكسروك، لم يكسروك في السجن ولا بالمؤامرات ولا بالأكاذيب ولا بالأضاليل. أنت الذي علمت جيلا بل أجيالا أنني حيث تكون المقاومة، حيث تكون فلسطين، حيث تكون القدس، رب العالمين غني عن جهادنا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، ولكن الله يسخر لدينه أمثالك. هذا نصر مسجل في القرآن، ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والفائز من ينافس أخاه تنافسا شريفا على هذا الطريق، لنصل جميعا، لنتسابق إلى أن نصل إلى القدس التي ستحرر قريبا، رغما عن الخائنين والمطبعين والضعفاء والمترددين والذين أضاعوا البوصلة. أنت ونحن أيها الراحل الكبير، في كل كلمة نكرر حتمية زوال إسرائيل، وهي حتمية قرآنية لا ريب فيها، بل حتمية توراتية كما قلنا ونروي دائما وأبدا. ثم إن الله تعالى شاء لك أن تموت على فراشك، ومن قال أن من مات على فراشه وقد جاهد وقاتل وبذل كل جهد، من قال أنه ليس شهيدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طلب الشهادة بصدق بلغ منازل الشهداء ولو لم يمت شهيدا. أملنا بالله ليس فقط أن تكون شهيدا، بل والله أعلم بأرفع مواطن الشهادة. آيات الشهادة في كتاب الله واضحة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما المتربصون بالمقاومة وأهل المقاومة ومحور المقاومة فلا نقول لهم إلا آية من كتاب الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. اقبضوا المليارات من الأمريكي والصهيوني ومن معهما، افعلوا ما شئتم، كل جهودكم ستكون هباء منثورا. نصرنا أكيد وأبطالنا، وهذا الشهيد واحد منهم، قد عبدوا طريق فلسطين. رحمة الله عليك أيها البطل الهمام، في ساحات الجهاد بالسيف كما بالقلم، بكل موقع كنت فيه، بكل مكان حاضرت فيه، تحدثت فيه، كتبت فيه. رحمك الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. اللهم اغفر له وارفع درجته وتقبل منه بالصلاة على محمد وبسر الفاتحة.